شكرا الاعلامي المتميز نجم مصر الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام اساطير كره السله الكابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد سليمان السلعوي والكابتن ميشو والكابتن عماد محمود الرايق. مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه الاهلي دكتور وائل ابو العزم احييكم حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراه كره السله بين الاهلي والجزيره في اطار اولى مباريات نهائيات الدوري السوبر للسيدات هذا الموسم بيست اوف فايف والمقامه بصاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر. بيمثل النادي الاهلي شيكيلي ميرال اشرف نادين السلعاوي ثريا محمد ندى نافع دينا عمرو رضوى محمد فريده وائل رنيم الجداوي نهى شتا حبيبه محمد بيكو يارا اسامه والاداره الفنيه غزال مصر الكابتن طارق خيري ومعاه الكابتن كريم عبد المنعم والكابتن علياء الجمال احمال الكابتن اكرم عادل مدير اداري كابتن ماجد فوزي اداري كابتن مشيره عبد العليم طبيب دكتور مروه الحسيني علاج طبيعي دكتوره ياسمين محمد محلل تقني كابتن اكرم شربجي اخصائي نفسي دكتوره مي القاضي. اما الجزيره بيمثله كنزي خرشد ايه الفقي جانا الشامي حبيبه الجزاوي ليلى حازم كريمان صلاح فاطمه هاني رضوى سالم رنا علاء تمارا نادر السيد جنى اشرف فرح هشام والاداره الفنيه الكابتن عمرو عاصم ومعاه الكابتن مصطفى سيد والكابتن نهال سعد الدين الاحمال الكابتن فريد سمير مدير اداري كابتن هيثم ممدوح احصائي كابتن علي عبد الباري والطبيب دكتور عبد الغني محمد. يحكم لقاء اليوم الكابتن احمد الجزار ومعاه الكابتن ايمن عوض والكابتن ريم شيمي على الطاوله كابتن كريم سيد كابتن ساره شبراوي كابتن مها الانور وكابتن محمد حسام سوكا وعلى جهاز الاي ار اس كابتن محمد يحيى زكريا. لحظات وهنبدا مع حضراتكم اللقاء. اول خمسه في صفوف النادي الاهلي او في فريق النادي الاهلي نازلين الملعب شيكيلي ميرال اشرف نادين السلعاوي رضوى محمد رنيم الجداوي. اما خماسي الجزيره ايه الفقي حبيبه الجزاوي فاطمه هاني رضوى سالم رنا علاء. لحظات وهنبدا مع حضراتكم اللقاء او اللقاء في نهائي الدوري السوبر البيست اوف فايف. وانا شايف على الطاوله مراقب المباراه الكابتن احمد كامل مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله. نادين السلعاوي بتقرا الفاتحه كده قبل ما تبدا. نجم مصر ولاعبات الجزيره بتستعد لنزول ارض الملعب. الاهلي هيكون على يسار حضراتكم رنيم الجداوي في دايره المنتصف ولاعبات الجزيره نزلنا لارض الملعب طبعا بيحيوا زميلاتهم وبيحيوا الحكام وعادة دايما حميدة بين اللاعبين واللاعبات في أي مباراة لكرة السلة. كابتن أحمد الجزار بيبدأ بكرة القفص والكرة مع النادي الأهلي. تاخدها رضوى لنادين لرضوى تاني ناحية اليمين لميرال أشرف لرضوى. رضوى بتعدي وتطير من إيديها الكرة. نشوف قرار الحكم أوت سايد على النادي الأهلي. الكرة مع رنا علاء بتعدي نص الملعب رنا من الجزيرة ناحية اليمين لفاطمة هاني. فاطمة تحاول تعدي يتقفل عليها تلعبها بره وعلى الباسكت نقطتين للجزيرة بتنجح رضوى سالم انها تسجل نقطتين. كابتن الفريق النهارده رضوى سالم اثنين الجزيرة لا شيء الأهلي. والكرة مع رنيم الجد ما تنجحش في التسجيل تلم الكرة على طول نادي الجزيرة لآية الفقي. آية تلعبها الرضوى ناحية اليمين لرضوى تاني وتطلع على الباسكت تلم الكرة على طول ميرال أشرف وداخلة ميرال على الباسكت تلعبها ناحية الشمال لرنيم اللي بتصوب في سن الحلقة. تروح الكرة لفاطمة هاني. فاطمة تلعبها لحبيبه الجزاوي. حبيبه بتهدي اللعبه مستنيه زميلاتها كده ياخدوا مواقعهم وحبيبه داخله وبتحاول ولكن تطلع الكره بره
لآية الفيل. آية تلعبها لفاطمة هاني، وفاطمة بتصوب فوق في اللوحة من فوق، بتلمها نادين السلعاوي. نادين رضوى على يمينها بتشاور لها، ولكن بتلعبها لشيكيلي ناحية الشمال، وتصويبة ثلاثية ثلاثية، أول ثلاثية في المباراة من نصيب ميرال أشرف. ثلاثية جميلة ترفع النتيجة ل3-2 لصالح الأهلي، وخطأ الشخصي لصالح رنا علاء على النادي الأهلي. هاي الزوجة بتخلي الكرة من الحد الجانبي، هتطلع الكرة فاطمة هاني تلعبها رنا، ورنا بتعدي نص الملعب بتقفل عليها نادين، ومحاولة للباسكت ونقطتين بتنجح تسجيلهم حبيبة الجزاوي. 4-3 لصالح الجزيرة، بتخترق حبيبة وبتسجل بمساعدة اللوحة، والكرة مع ميرال بتسقط لشيكيلي. شيء الناحية التانية الرضوى، رضوى لنادين وتصويبة سن الحلقة من فوق يا نادين، ومحاولة على الكرة ولكن بتخبط في قدم رضوى سالم من الجزيرة وبتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد الاهلي هتطلع الكرة، في هنا رضوى وهنا رضوى، رضوى الاهلي رضوى محمد، ورضوى الجزيرة رضوى سالم. شيكيلي بتصوب شيء، بتنجح بالتسجيل ترفع النتيجة ل5-4. الكرة مع الجزيرة، رنا علاء تطلع الكرة بره لآية، وتصويبة قصيرة تروح على طول لمرال، ومرال بتعدي نص الملعب، وهجمة سريعة داخل مرال بتسقط لشيء تحت الباسكت، ونقطتين للأهلي على طول ترفع النتيجة ل7-4. رضوى سالم تعمل ستار، هات وخد لحبيبة لرضوى، بتلف رضوى وتصوت وتسجل نقطتين، 6-7 الأهلي. الكرة مع النادي الأهلي، شيب تلعبها طويلة لمرال لرضوى لشيك كنف داخلة شيء وبتصوت وما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة فاطمة هاني، فاطمة بتعدي بتقف على كورتها، بتنتظر كده قدوم زميلاتها، بتلعب ناحية اليمين لرنا علاء، رنا بتعدي، رنا بتقطع الكرة على طول رضوى، وهجمة سريعة شيء لميرال، وبتقطع منها الكرة فاطمة هاني بتزقها على الأرض كده لآية في آية، بتعدي ناحية اليمين تقف على كورتها تلعبها لرنا لحبيبة، ونقطتين للجزيرة 8-7. كابتن طارق خير والتفكير في المباراة، وشيكيلي ونقطتين، هنشوف قرار الحكم، نقطتين ورمية حرة إضافية. بالفعل بيحتسبها خطأ شخصي على رنا علاء، ورمية حرة إضافية. كابتن عماد عاصم المدير الفني للجزيرة، وهو ابن من أبناء النادي الأهلي. الكرة تروح للجزيرة، رنا علاء داخلة رنا وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول نادين السلعاوي، تلعبها لميرال ناحية الشمال، ميرال بتعدي داخلة ميرال تطلع بره لشي، وشي بتفكر تصوت تلعبها لرضوى، ورضوى تسقط الكرة لرنيم اللي بتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 11-8. الكرة مع الجزيرة، رضوى، رنا علاء سقط الكرة وتصويبة ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة شيكيلي، شي بتقول زميلاتها اطلعوا قدام، بتسقطها ناحية الشمال ولكن تتقطع الكرة، تروح للجزيرة، رضوى سالم تلعبها لرنا، وباصة طويلة قدام تحت الباسكت، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي لصالح آيل فيه،
ورميتين حرتين. كابتن عماد عاصم كده بيستغل الرميات الحره وبيدي تعليمات بسرعه للاعباته. كابتن عمرو عاصم عفوا كابتن عماد عاصم شقيقه الحكم الدولي الكبير. بتصوب الاولى ما بتنجحش في التسجيل، بتصوب الثانيه ما بتنجحش في التسجيل، تتلم الكره على طول شيل لرضوى، بتعدي نص الملعب تلعبها لنادين لرضوى تاني، ميرال لرضوى، رضوى بتفكر تعدي تلعبها الميرال اللي بتصوب ثلاثيه. يا سلام يا ميرال، ثلاثيه جميله، الثلاثيه الثانيه لميرال اشرف ترفع النتيجه ل 14 الاهلي 8 الجزيره. رنا تلعبها ناحيه اليمين لحبيبه الجزاوي في نص الملعب لفاطمه هاني، لرنا بتسقطها في العمق كده لرضوى سالم، تقطع الكوره وهجمه سريعه وداخله رضوى، داخله رضوى ونقطتين بتنجح رضوى انها تسجلهم ترفع النتيجه ل 16 8. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيره. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم في الدقيقه 7. 16 الاهلي 8 الجزيره. فرصه كده واحنا في التوقف اقول لحضراتكم لقاءات الاهلي والجزيره خلال الموسم كانت نتائجها ازاي. في بطوله القاهره الاهلي فاز على الجزيره 80-67، وفي دوري السوبر في الجوله الخامسه الاهلي فاز على الجزيره 91-65، وفي الجوله ال 12 في الدور الترتيبي لدوري السوبر الاهلي فاز 77-65، وفي نهائي كاس مصر الاهلي فاز على الجزيره 90-77. دايما بنقول بحسابات الورقه والقلم، ولكن برضو الملعب لازم يتعمل حساب، اللي يدي الملعب هو اللي بيبقى من حليفه الفوز. انتهى الوقت المستقطع. لاعبات الاهلي بيتوجهن للملعب، وفي انتظار لاعبات الجزيره. بدأنا في نزول لاعبات الجزيره. ثلاث دقائق 56 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى. الكره مع الجزيره. رنا بتطلع الكرة، هات وخد، بترجع لها تاني، بتعدي نص الملعب تلعبها ناحية الشمال لفاطمة هاني، لرضوى ناحية الشمال ودخول على الباسكت وخطأ الشخصي لصالح آية الفئة يستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي كابتن أيمن عوض بيحتسبه. هتصوب الرمية الحرة الأولى آية، تنجح في التسجيل 9-16. هتصوب الرمية الحرة الثانية 10-16. في تغيير في صفوف النادي الأهلي، أقول لحضراتكم كده مين اللي نزل. الكرة مع رضوى، بتعدي من ناحية الشمال رضوى، نزلت ثريا وخرجت نادين السلعاوي، وداخلة رضوى ومحاولة في سن الحلقة تروح الكرة لآية الفي، بتعدي من ناحية الشمال مستنية حد في نص الملعب، تلعبها لرضوى سالم، ترجع لها الكرة تاني وتصوب في سن الحلقة تلمها ثريا، وثريا بتلعبها طويلة الرنين لشيكيري تحت الباسكت، وشيو من زاوية صعبة يا شيو لرنيم اللي بتحاول وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 18-10. الكرة مع الجزيرة، فاطمة هاني لرضوى، تلعبها الرنا علاء، هات وخد مع حبيبة الجزاوي، وتصويبة ثلاثية فاطمة هاني، أول ثلاثية للجزيرة من نصيب فاطمة هاني 13
18. وسوريا بترد عليها، سوريا بتدخل الحلقه وتخرج، حظك وحش يا سوريا. تروح الكره على طول لحبيبه الجزاوي، حبيبه بترجع لورا تلعبها لرضوى سالم ناحيه اليمين لرنا علاء، وداخله رنا علاء وبتصوب، وخطا شخصي بتحتسبه الكابتن ريم الشيمي، هيستوجب ربيتين حرتين. خطا شخصي على رضوى محمد هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح بالتسجيل 14-18، وهتصوب رنا الرميه الحره الثانيه بتنجح بالتسجيل 15-18. رضوى تلعبها ناحيه الشمال لرنين، وهات وخد ودخول على الباسكت، وبتسجل نقطتين ولا اروع من رضوى، ترفع النتيجه ل 20-15. فاطمه بتسقط الكوره، وفي مطالبه بدبل دريبل ولكن ما فيش صفاره، وتحتسب النقطتين 17-20. والكوره مع ميرال ناحيه الشمال، ميرال بتعمل لها ستار رنيم وتاخد الكرة وتصويبه في سن الحلقة، تروح الكرة للجزيرة وهجمة سريعة، باصة طويلة وتحت الباسكت وتلف عكسية، ونقطتين للجزيرة ترفع النتيجة ل 19. رضوى سالم بترفع النتيجة ل 19-20. وسوريا ومحاولة ولكن خطافية عكسية بتتقطع وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي من الحد النهائي. عشرين 19، كرة مع الاهلي، سوريا سوريا تلعبها رنيم، ورنيم بتحاول، ويا سلام يا رنيم، يا سلام يا رنيم، بتوسع لنفسها وتطلع الدفاع ناحية الشمال، تفضي ناحية اليمين، تلف على طول على الكرة وتطلع تسجل نقطتين 22-19. رنا تعليمات من الكابتن طارق. حبيبه الجزاوي في نص الملعب لرضوى سالم، وداخله رضوى وعايزه تسقط الكرة تقطعها شيكيلي، وهجمه سريعه تلعبها لسريه، وهنشوف تصويبه في سن الحلقه من سريه، وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح الجزيره. حبيبه هتطلع الكوره هتلعبها لرنا، رنا يا حبيبه وتصويبه ثلاثيه فاطمه هاني، الثلاثيه الثانيه 22-22. الكره مع رضوى لشيكيلي، شي وبتصوب شي وتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 24-22. رضوى وتصويبة مع آخر ثانية في زمن الفترة الأولى، بتنتهي أحداث الفترة الأولى 24 الأهلي 22 الجزيرة. دقيقتين ونرجع لحضراتكم مع أحداث الفترة الثانية. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء إلى صالة الشباب والرياضة وأحداث الفترة الثانية من مباراة الأهلي والجزيرة في أولى مباريات البيست أوف فايف في نهائي دوري السوبر لهذا الموسم، اللي انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 24-22 الجزيرة. نزلت لاعبات الأهلي في انتظار لاعبات الجزيرة ملاحظات، وهنبدا مع حضراتكم احداث الفتره الثانيه اللي لسه بيتابعنا على شاشه قناه الاهلي. نقول له الاهلي على يسار حضراتكم والجزيره على يمين حضراتكم، وبعض من اللقطات الرائعه والثلاثيات والتصويبات الجميله للاعبات الاهلي. وبدانا احداث الفتره الثانيه، رنا علاء
تلعب على رضوى سالم. رضوى بتحاول توسع لنفسها وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول رنيم. تلعب على رضوى لثريا، ثريا الرضوى لثريا لشيكلي، والشي بتلف وبتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول لرضوى سالم، تلعبها لفاطمة هاني لرضوى وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لرضوى محمد من الأهلي لثريا، وثريا بتستعد كده، هنشوف تصويبة ثريا تلعبها لرضوى، رضوى الرنيم تحت الباسكت، طلعها بره للشي، تلعبها المرال وتصويبة في سن الحلقة، وتروح الكرة بسرعة تاني ترجع لرنيم لميرال قبل ما تخرج خارج الملعب لثريا، وثريا بتوسع لنفسها وبتصوب في سن الحلقة من جوه، تروح الكرة لآية الفقي، آية تلعبها الرنا على ناحية الشمال لفاطمة هاني في نص الملعب لرضوى، تلعبها لآية لرضوى، رضوى تطلع الكرة بره ودخول على الباسكت ومحاولة للتسجيل، تروح الكرة لرنيم، رنيم بتعدي، داخلة رنيم بتخترق وبتصوب وبتسجل وتاخد خطأ شخصي برمية حرة إضافية. رمية حرة إضافية لصالح رنيم الجداوي. قوة في الأداء وتركيز في التصويب ونقطتين وخطأ شخصي برمية حرة إضافية. في تغيير هتنزل فريدة وائل وبتطلع ميرال أشرف. هتصوب الرمية الحرة الإضافية رنيم الجداوي، بتنجح بالتسجيل، ترفع النتيجة ل 27-22. رن على ناحية اليمين لجنى لرنا لفاطمة، فاطمة تلعب الكرة لآية، وآية بتوسع لنفسها تلعبها تاني بره خارج الملعب اوت سايد. ثريا تطلع الكرة تلعبها لرضوى، رضوى بتعدي من ناحية الشمال، رضوى في نص الملعب لثريا، ثريا رضوى ناحية اليمين، رضوى هتعدي تلعبها لرنيم اللي بتصوب، بتخبط في سن الحلقة من فوق، شيكيلي بتلم الكورة وبتصوب وبتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي لصالح شيكيلي، وفي حوار بين كابتن أحمد الجزار وكابتن أيمن عوض حوالين القرار، هل هو سلوك رياضي ولا خطأ شخصي عادي؟ هنشوف قرار الحكام إيه. انضمت ليهم الكابتن ريم والكابتن أيمن عوض بيبلغ، وسلوك الرياضي رميتين وحيازة. سلوك الرياضي رميتين وحيازة، لو شفناها تاني هنشرح لحضراتكم السلوك الرياضي كان بسبب إيه. هتصوب شيكيلي الرمية الحرة الأولى، تنجح التسجيل 28-22. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في التسجيل وهتاخد حيازة بزمن هجمة 14 ثانية. بيكو بتنزل، بيكو حبيبة محمد، وبتخرج رنيم الجداوي، وفي شيكيلي خرجت برضه ورضوى، يعني في تغيير كده. كابتن طارق هقول لحضراتكم مين اللي في الملعب دلوقتي. ثريا تلعب لرنيم، لا رنيم موجوده ما خرجتش، وبتسجل نقطتين وتاخد خطا شخصي. يارا اسامه بتنزل الملعب، وحبيبه بتنزل الملعب، يعني الموجود حبيبه ويارا وثريا ورنيم وفريده وائل. بتصوب الرمية الحرة الإضافية ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول للجزيرة، آية الفقي تلعبها لجنى وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لثريا، ثريا بتحاول تعدي تلعبها ليارا لثريا تاني، ثريا بتقف على كرتها،
مستنيه لاعباتها كده ياخدوا مواضيعهم. بتعدي لقت الزون مفتوح وداخله وبتصوب وبتسجل. ثريا يا سلام يا ثريا. دخلت لقت الزون مفتوح وقفت على طول على كورتها وصوبت وسجلت نقطتين 32-22. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيره. يمكن بنلعب في الدقيقه 4 واول وقت مستقطع في الفتره الثانيه. مشوار الفريقين للصعود للنهائي. الاهلي في ربع النهائي فاز على التامين 98-71، كان بيست اوف 3، وفاز في المباراه الثانيه 89-71. اما في نصف النهائي الاهلي فاز على سموحه 72-65، وفاز في المباراه الثانيه 84-47. اما الجزيره في الربع النهائي فاز على البنك الاهلي المباراه الاولى 81-46، والمباراه الثانيه 78-68. وفي نصف النهائي اتلعبت ثلاث مباريات، لان كان الجزيره بيلعب سبورتنج، فاز على سبورتنج 71-62 في المباراه الاولى، سبورتنج فاز في المباراه الثانيه 81-72، والجزيره فاز في المباراه الثالثه 75-71. طبعا ده كان بنظام بيست اوف 3، يعني اللي كان بيكسب مباراتين او بيفوز مباراتين هو اللي بيتاهل. اما الدور النهائي او المباريات النهائيه بيست اوف 5، خمس مباريات، اللي هيكسب في ثلاثه او هيفوز في ثلاثه هو اللي هياخد درع البطوله. انتهى الوقت المستقطع. والكوره لصالح الجزيره، طبعا لسه جاي باسكت فبتبقى من الحد النهائي. هتطلع الكوره قايل في ايه، تلعبها الكنزي خورشيد ناحيه اليمين، تروح الكوره لتمارا نادر السيد، ليه قايل في لكنزي، و خطا شخصي هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. خطا شخصي على ثريا. الكره لصالح الجزيره، وهتطلع الكره حبيبه الجزاوي، تلعبها حبيبه ليه رضوى، تروح لحبيبه، تقطع كره، تقطعها رنيم، وهجمه مرتده، وداخله رنيم، داخله رنيم وعايزه تلعبها لثريا، ولكن بتخبط الكره، ولكن تروح تاني للاهلي لرنيم تحت الباسكت، ومحاوله تاخدها يارا وتسجل خطافيه بشمالها، تسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 34-22. الكره مع الجزيره، تمارا نادر السيد، تروح الكرة لحبيبة الجزاوي، حبيبة داخلة، حبيبة يا سلام يا تمارا، تمارا بتشيل يارا، بتشيل الكرة خارج الملعب اوتسايد، يارا أسامة بتشيل الكرة خارج الملعب اوتسايد. والكرة مع الجزيرة لتمارا، ويارا بتشيل الكرة، ولكن المرة دي الكابتن ريم الشيمي ليها رأي تاني. نشوفها مع حضراتكم. اعتبرت ان ايديها تداخلت مع ايد تمارا، على طول بيحتسب خطأ شخصي، هيستوجب رميتين حرتين لصالح تمارا السيد. هتصوب تمارا الرمية الحرة الأولى، بتنجح بالتسجيل 23-34. هتصوب الرمية الحرة الثانية، بتنجح بالتسجيل 24-34. في تغيير، هتخرج رنيم وتنزل شيكيلي. يارا بتطلع الكرة، يلعبها البيكو،
بيكو بتعدي تلعبها لشي لبيكو تاني وداخله بيكو. يا سلام يا بيكو، شوف بتعدي ازاي بيكو، وعلى طول لفريده اللي بتطلع تسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 36 24. فعلى طول ما استنتش ان الديفنس يرجع، وهو ده اللعيب اللي احنا بنقول عليه اول ما يلاقي الدنيا فاضيه قدامه والسكه سالكه يطلع على طول يسجل ما يستناش. الكره مع جزيره جنى واوت سايد وتعليمات من الكابتن طارق، وحبيبه هتطلع الكره تلعبها الكنزي، وكنزي الرضوه وتصويبه في سن الحلقه تروح على طول بيكو، وهجمه سريعه وسوريا. يا سلام يا سوريا، سوريا عدت الديفنس بتاعها حلو قوي، لكن التصويبه كانت في سن الحلقه. شي كيلي، شي بتدور على حد تديله، تلعبها لسوريا ناحيه اليمين، سوريا بتنزل وبتغير مكانها وبتصوب قصيره مع نهايه زمن الهجمه. بينجح دفاع الجزيره انه يوقف هجمه الاهلي. خمس دقائق على نهايه احداث الفتره الثانيه 36 24. بتخرج حبيبه الجزاوي وبتنزل فاطمه هاني من الجزيره. كنزي هتاخد مع حبيبه، لا حبيبه موجوده ما خرجتش، يبقى اللي خرجت جانا الشامي، وتصويبه في سن الحلقه بتلم الكوره يارا وخارج الملعب اوتسايد. كابتن احمد الجزار بيقول داست على الخط وهي بتلم الكوره اوتسايد. حبيبه هتطلع الكوره، تروح الكوره لتمارا نادر السيد وبتصوت في سن الحلقه ومحاوله تلم الكوره، لكن بتخبط في ايد فريده وتخرج خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد لصالح الجزيره. حبيبه هتطلع الكوره، تلعبها ناحيه اليمين وتصويبه في سن الحلقه من فاطمه هاني، تروح على طول للنادي الاهلي. شيكيلي، شيكيلي جنبيها حبيبه، وعكسيه خطافيه جميله من شيكيلي بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 38 24. بصوا حضراتكم داخله ازاي وبكل قوه خطافيه عكسيه بتسجل نقطتين. تماره وتصويبه ثلاثيه من حبيبه الجزاوي، اول ثلاثيه الحبيبه 27 38 27 38. فريده وائل بتسقط لسوريا، سوريا لشي وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه شي كيلي، اول ثلاثيه لشي، ثلاث ثلاثيات الاهلي وثلاث ثلاثيات الجزيره. 41 27 وبتعدي قبل الثمان ثواني. كنزي لفاطمه، وخطا الشخصي لصالح فاطمه هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. خطا شخصي، هتطلع الكره تلعبها لكنزي ناحيه الشمال لتماره، لكنزي في نص الملعب في العمق كده لفاطمه، فاطمه بتحاول تخترق وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلمها شيكيلي وطلعها على سوريا قدام هي وفريده، وداخله شي وبتسجل نقطتين وتاخد خطا الشخص يستوجب رميه حره اضافيه. رميه حره اضافيه لشيكيلي 43 27، وهتصوب الرميه ما تنجحش في التسجيل، تروح الكوره لرضوى سالم بتعدي نص الملعب تلعبها ناحيه اليمين لحبيبه، لكنزي، لطماره اللي بتصوب في سن الحلقه، تروح الناحيه الثانيه تلمها حبيبه لفاطمه بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره على طول بيكو، لا فريده وائل عفوا، فريده تلعبها لبيكو
وتحت الباسكت على طول نقطتين بتنجح يارا انها تسجل لصالح النادي الاهلي 45-27. نقطتين لصالح يارا، لصالح النادي الاهلي بتسجلهم يارا اسامه 45-27، الخطا الشخصي على يارا اسامه هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. في تغيير في صفوف الجزيره، بتخرج كنزي وبتنزل رنا علاء، ونوى شتا بتنزل وبتخرج يارا اسامه. الكرة مع الجزيرة، فاطمة هاني بتسقط الكرة لرضوى سالم، وتحت الباسكت وعكسية خطافية بتسجل نقطتين. تمارا نادر السيد ترفع نتيجة ل 27-45. ثريا تلعبها لفريدة، فريدة بتسقط لنهى، ونهى تحت الباسكت طلعها بره البيكو، وبيكو بتصوب ودايسة على الخط في سن الحلقه، دايس على قوس الثلاثيه يعني لو جت تتحسب باثنين. تروح الكوره لرنا علاء اللي بتجرب حظها وبتصور بعيد عن الحلقه خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. مرا الاشرف هتطلع الكوره، وفي وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي، وفاضل دقيقة 54 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثانية والشوط الأول. طبعا لسه بيتابعنا بنقول له إن الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 24-22، وحتى الآن النتيجة الأهلي متقدم 45-29. يمكن بعد اللقاء ان شاء الله قناه الاهلي هتذيع لحضراتكم اولى مباريات الاهلي والاتحاد في نهائي الدوري الرجال السوبر للرجال بيست اوف فايف. النهارده وجبه سلويه رائعه ما بين دوري السيدات ودوري الرجال، ونخبه من اساطير كره السله في استوديو النادي الاهلي مع الكابتن هيثم السعيد. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، عشاق كره السله وعشاق الفانيلا الحمراء. الحكام توجهوا لمقاعد البدلاء لاستدعاء اللاعبات، بالفعل لاعبات الاهلي في طريقهن للملعب. واستعجال من الكابتن ريم الشيمي للاعبات الجزيره. طب هنا لما بيبقى فريق بيتاخر ايه اللي بيحصل؟ طبعا بيتم التنبيه مره واثنين كده من الحكم بيستدعيه، ما حصلش انه ينزل بيحسب عليه خطا، بيحسب عليه وقت مستقطع عقابي يعني ما بياخدوش، واذا ما كانش عنده وقت مستقطع بيحسب عليه خطا فني. بالفعل نزلت لاعبات الجزيره، وبيكو هتطلع الكوره، الكرة مع بيكو تلعبها الفريدة قدام طويلة لميرال لبيكو لثريا، ثريا لبيكو لميرال اللي بتصوب في سن الحلقة، تروح الكرة للجزيرة، آية الفقي ناحية اليمين لحبيبة، تروح الكرة لرنا في نص الملعب لرضوى لآية، ومحاولة على الباسكت للتصويب وخطأ الشخصي لصالح آية الفقي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي يا ترى على نوع ولا فريدة؟ يمكن ما شفناش إشارة كابتن ريم. وبتنجح تسجيل رمية الحرة الأولى 30-45. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 31-45. الكرة مع الأهلي، بيكو لثريا،
لبيكو في نص الملعب وفريده فاضيه ايه، وتصويبه قصيره من فريده تروح الكره على طول لتمارا، وفي مخالفه، في مخالفه بيحتسبها كابتن احمد الجزار على تمارا، والكابتن عمرو عاصم بيتناقش مع كابتن ايمن عوض في المخالفه، وفريده هتطلع الكوره، هنشوفها ايه، حاول تاخد الكوره، احتسب عليها دبل دريبل وبتخرج فريده وائل وهتنزل نادين السلعاوي. نادين بتطلع الكرة لنوع لبيكو، بتعمل لها ستار، نوع بتحاول تعدي وخطأ على المهاجم على نوع، وهي بتعمل ستار، لسه بقول لحضراتكم بتعمل لها ستار وهي بتعمل ستار، دفعت الديفنس. معظم اللاعبين احيانا ما بياخدوش بالهم وهما بيعملوا الستار، ايديهم بتتحرك، فبرضه ننبه لاعبينا وناشئينا اللي بيتفرجوا وبيتابعوا يخلي بالهم وهما بيعملوا ستار اللي هو معروف في الملاعب باسم سكرين، انه ما يدفعش اللاعب اللي قدامه على طول، بتحسب على المهاجم. ايه الفئي تروح الكوره لرضوى اللي بتلف وبتصوب في سن الحلقه، تلمها نوع شتا، نوع تلعبها لبيكو لمرال، وداخله مرال والزون مفتوح، وداخله مرال وبتصوب، وخطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطا الشخصي لصالح الاهلي و34 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثانيه. هتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح بالتسجيل 46-31، وهتصوب فريده الرميه الحره الثانيه لمرال عفوا تنجح في التسجيل 47-31. كنزي وخطأ الشخصي، كابتن أيمن يعني بيحط الصفارة كده بيقول لهم في كلام، هدي خطأ فني، هنشوف تاني اهو، يعني هو احتسب على، بيقول ان في دفعه هو الاقرب، ورميتين حرتين لان الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. بتصوب الاولى ما تنجحش في التسجيل، كنزي خرشت، هتصوب الثانيه ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره على طول نقط تديها لبيكو، بيكو بتعدي، بتعدي بيكو من ناحيه الشمال، يلعبها المرال، مرال داخله على الباسكت عايزه تطلعها لثريا، تتقطع منها تروح على طول لرضوى، وثلاثه على اثنين، تلعبها لحبيبه اللي بتصوب في سن الحلقه، تلمها نهى وهجمه سريعه وطويله على طول لمرال، ومرال داخله ونقطتين للنادي الاهلي 49-31 49-31. بينتهي احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 49-31 اعزائي المشاهدين. وعوده في هذه الاستراحه الى الاستوديو الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد طه رجب والكابتن محمد سليمان السلعاوي والكابتن ميشو والكابتن عماد الدين محمود الراي، وانتظرونا مع احداث الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام واصدقاء الاعزاء مشاهدي قناه الاهلي. عوده الى المباراه واحداث الفتره الثالثه والرابعه والشوط الثاني من مباراه الاهلي والجزيره في اولى مباريات البيست اوف فايف في نهائيات دوري السوبر للسيدات لهذا الموسم، واللي انتهت احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 49-31 الجزيره. وسريعا هفكر حضراتكم كده بتشكيل الاهلي، شيكيلي، مرال، اشرف، نادين السلعاوي، ثريا، محمد، ندى، نافع، دينا، عمرو، رضوى، محمد، فريده، وائل، رنيم الجداوي، نهى، شتا، حبيبه، محمد، بيكو، يرى، اسامه، اما الجزيره، كنزي، خرشد، ايه الفقي، جانا الشامي، حبيبه الجزاوي، ليلى، حازم،
كريمان صلاح، فاطمه هاني، رضوى سالم، رنا علاء، تمره نادر السيد، جنى اشرف، فرح هشام. يحكم لقاء اليوم الكابتن احمد الجزار، كابتن ايمن عوض، الكابتن ريم شيمي، ويراقب المباراه كابتن احمد كامل مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله، وعلى الطاوله كريم سيد، ساره شبراوي، مها الانور، محمد حسام سوكا، وعلى جهاز الاي ار اس جهاز الاعاده محمد يحيى زكريا. بدات احداث الفتره الثالثه ونقطتين للنادي الاهلي، 51-31، والكره مع الاهلي، باصه طويله، الاهلي على يمين حضراتكم لسوريا، تخرج خارج الملعب، اوت سايد لصالح الجزيره. رنا علاء بتعدي نص الملعب، رنا علاء تلعبها لحبيبه تحت الباسكت، ومحاوله من تماره نادر، تاخد خطا الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين على رميم الجداوي. خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين، وتعليمات من الكابتن عمرو عاصم للجزيره اللي وصل بالجزيره تاني نهائي، يعني نهائي الكاس مع الاهلي ونهائي الدوري برضو مع الاهلي، وبتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه، وكره مع ثريا تلعبها ناحيه اليمين لرنيم تحت الباسكت لنهى، تطلعها بره لنادين، ونادين بتحاول توسع لنفسها، تلعبها لثريا في نص الملعب، وتصويبه طويله من ثريا ولكن بتخبط في الحلقه وتروح لنهى، ونهى بتقع وهي ماسكه الكره، بترتكب مخالفه المشي بالكره. الكره لصالح الجزيره، حبيبه الجزاوي هتطلع الكره، تلعبها الرنا، رنا ناحيه الشمال ولكن بتطير على الكره، رنيم تقطع الكره خارج الملعب، اوت سايد لصالح الجزيره. فاطمه هاني هتطلع الكره، وفي كابتن ريم هشيم موقفه الملعب، في كرة تقريبا على حدود الملعب فطلبت استبعادها عشان اللاعبات ما تتلخبطش فيها. واوت لصالح الجزيرة، فاطمة هتطلع الكرة، تلعبها لرنا، لحبيبة، لرنا، لفاطمة، لرنا، وداخلة على الباسكت، تلعبها لحبيبة، وتصويبة في سن الحلقة تلمها نهى، وخطأ شخصي على الجزيرة. خطأ شخصي على حبيبة الجزاوي، هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. ثريا بتعدي نص الملعب، ثريا تلعبها ناحية اليمين لفريدة، وفريدة لثريا، بتسقط الكرة الرنيم، رنيم لثريا، لفريدة، وفريدة بتعدي وتلعبها لنهى، تسقطها ولكن كانت فريدة خارج الملعب لحظة ما بصت الكرة، استنت كده لحظة خارج الملعب جات لها الكرة ودخلت، بقت اوت سايد على الأهلي. يا سلام، بتشيل الكرة على طول ثريا من ايديها، وداخلة على طول ثريا، بتعدي ثريا، بتقف على كورتها وبتسقطها عالية بعيدة على رنيم خارج الملعب، اوت سايد. نشوف الكرة التانية كده، قطعتها ثريا. لو شفنا الإعادة من الزملاء في الإخراج المميزين دائما إخراج النادي الأهلي، والكرة مع رنا علاء تلعبها لفاطمة، فاطمة داخلة وبتحاول تشيلها منها رنيم ولكن بتمشي على الحلقة وتروح لرنيم، لثريا، ثريا الفريدة في نص الملعب، لفريدة تاني، لنادين، وتصويبة في سن الحلقة ترد على طول لثريا، ثريا الفريدة، وفريدة للشي، لثريا، وتصويبة ثلاثية، ثريا ثلاثية، ثريا الملكة، ثريا ثلاثية،
ترفع النتيجة ل 54-32. تمارا تتقطع منها الكورة، تاخدها الشي كيلي بتعدي وتلعبها الرنين كده مع خداع انها هتباصي لسوريا وتلعبها لرنين، بتدخل على الباسكت. بصوا حضراتكم باصت كده الناحية وباصت في ناحية تانية، وهو ده الخداع اللي دايما بنقول عليه، ان اللعيب يبقى شايف فين زمايله وفي نفس الوقت يخدع بجسمه كده انه هيباصي في حتة ويلعب في حتة. سوريا، ويا سلام يا سوريا، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيرة. 5 دقايق 54 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة. 58 الأهلي، 32 الجزيرة. المباراة الثانية إن شاء الله هتقام يوم الجمعة الساعة 6:30، والمباراة الثالثة يوم الأحد الساعة 6:30. أما الرجال هتنطلق النهاردة المباريات، أولى مبارياته الساعة 8:30، وتاني مباراة للرجال بكرة إن شاء الله الساعة 7، ويوم السبت المباراة الثالثة، وإذا احتاجنا الرابعة والخامسة هتبقى يوم الاثنين الساعة 7 ويوم الأربعاء الساعة 7. انتهى الوقت المستقطع. وفي انتظار نزول اللاعبات والحكام بيتوجهوا لمقاعد البدلاء لاستدعاء اللاعبات لنزول ارض الملعب. وحوار باسم كده مع الكابتن ايمن عوض من الحكام الصاعدين الواعدين، الكابتن ايمن. ده الكابتن احمد الجزار برضو من الحكام المتميزه. وكره مع جزيره، رنا علاء تلعبها لجنى الشامي، تروح الكره لرضوى وتصويبه من رنا علاء، ووقعت تقريبا في التواء كده، بنقول لها سلامات على طول. بيوقف الملعب طبعا للاطمئنان عليها، بنقول لها سلامات. وهي بتصوب كده حصل التواء، ان شاء الله تكون سليمة. وعلى ما نبتدي اقول لحضراتكم إن شاء الله كأس العالم تحت 19 سنة ناشئين هينطلق بالمجر من يوم 23 يونيو ل 3/7، وللرجال من يوم 28/8 أغسطس ل 10 سبتمبر، هيبقى باليابان وأندونيسيا والفلبين. ومسافر بيمثل برضو مصر من الحكام الكابتن وائل ابراهيم في كاس العالم تحت 19 سنه وكاس العالم للرجال. اما كاس العالم للانسات تحت 19 سنه هيكون باسبانيا في منتصف يوليو القادم، وبيمثل مصر برضو من الحكام مع منتخب مصر الكابتن ايه خالد. بتقوم ايه و بتطلع بره للعلاج، بنقول لها سلامات، وان شاء الله رنا علاء تكون بخير. من اللاعبات المميزات في صفوف الجزيره، بنقول لها سلامات يا رنا. زميلاتها خارجين بيها. وهنستأنف اللقاء، وبيجدد وسنيور اوجستي قاعد طبعا بيستعد بيشاهد المباراه وهيستعد للمباراه القادمه. يعني اعتقد هو بيشاهد المباراه وبيفكر في المباراه القادمه، مباراه الاهلي والاتحاد، اولى مباريات البيست اوف فايف للرجال
اللي هتتلعب الساعة 8:30 إن شاء الله، وهننقلها لحضراتكم وهيعلق عليها الزميل أحمد مناع المعلق المميز. وفي نقاش طبعا هي بتسخن لسه، ما فيش تصويت، في نقاش ما بين الكابتن اكرم، وهنشوف القرار ايه. هم اتناقشوا، واضح كده كابتن جزار بيقول كان في دفع سلوك للرياضي، رميتين وحيازه، رميتين وحيازه نزلت مكانها كريمان محمد صلاح، بتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح تسجيلها، هتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح التسجيل. هنا ادت ثلاث رميات ليه؟ لأن كانت بتصوب من منطقة الثلاثية، فبتاخد ثلاث رميات حرة وحيازة، يعني هنا لو حصل سلوك غير رياضي بتاخد الثلاث رميات، ما بتقلش بقى في الرميات، بتاخد الثلاث رميات لأنها كانت بتصوب من منطقة الثلاثية، ويضاف عليها الحيازة بزمن هجمة 14 ثانية. حبيبة بتطلع الكرة تلعبها لجنى، لحبيبة، لجنى ناحية الشمال، لحبيبة تاني، لجنى، والناحية التانية تلعبها لكريمان، كريمان بتسقطها الرضوى اللي بتصوب، تلمس الحلقة وترجع تاني لجزيرة، ولكن تتقطع تاخدها رنيم، رنيم تلعبها طويلة لنادين، ونادين داخلة على الباسكت، داخلة على الباسكت، ونقطتين بتنجح في تسجيلهم نادين، وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. رمية حرة إضافية 60 الأهلي 35 الجزيرة، وخمس دقائق 23 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة، بتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية 61-35، والكرة مع الجزيرة. جنى بتلعب الكرة لحبيبة، حبيبة الجنى ناحية الشمال، تلعبها لرضوى، ومخالفة المشي بالكرة على رضوى. رنيمة تطلع الكرة لبيكو، بيكو بتعدي بيكو، تلعبها رنيم، رنيم لبيكو، بيكو بتعدي، داخلة بيكو، تلعبها عكسية لفريدة وائل اللي بتصوب في سن الحلقة، تلم كرتها تاني فريدة، تلعبها لبيكو، وبيكو داخلة على الباسكت، تلعبها رنيم، ورنيم تقع منها الكرة، تلم كرتها تاني، والاحتكام لسهم الحيازة، الاحتكام لسهم الحيازة، سهم الحيازة لصالح الجزيرة. سهم الحيازة لصالح الجزيرة. كان زمان الكرة دي دايما بيتعمل كرة قفز كده زي كرة القفز اللي كانت في بداية المباراة، وكانت المباراة كل شوية تقف ويبقى في كرة قفز أما يحصل إمساك للكرة، تقطع الكرة شيك كيليو، داخلة على الباسكت، داخلة على الباسكت، ونقطتين بتنجح تسجيلهم 63-35. وكان بيبقى من الطرائف إن يبقى مثلا لاعب طويل قوي مسك قدامه صانع لعب قصير ويطلع معاه كرة قفز، فعشان كده القانون بعد كده اتغير وأصبح الاحتكام لسهم الحيازة، إن اللاعب قدر يجمد الكرة في إيد اللاعب المهاجم ويحتكم لسهم الحيازة. ثلاثية للجزيرة 38-63، وبيكو تلعب الكرة الفريدة، فريدة بتلعبها لبيكو ولكن تروح للجزيرة، كريمان وتحت الباسكت، وهنا في كلام، ولكن كابتن طارق حتى بيقول يعني الباصة هي نقطتين واحتسبت نقطتين، ولكن الباص كتير هنا في المنطقة بيبقى في قرار، قرار ايه؟ يعني مخالفة الثلاث ثواني، ده بالنسبة للناشئين عشان نعلمهم، انما لكل مباراة ظروف. الكرة مع رضوى سالم، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لشيكيلي، تلعبها لنادين، ونادين داخلة على الباسكت، يا سلام يا نادين في سن الحلقة، وتاخد خطأ الشخصي استوجب رميتين حرتين. نادين السلعاوي يعني من اميز اللاعبات في جيلها، ابنه اسطوره مصر كابتن محمد سليمان السلعاوي،
وشقيقة نجم مصر الكابتن أحمد السلعاوي، الكابتن كريم السلعاوي، والعائلة كلها سلوية. وتصويبة الأولى بتنجح في تسجيلها. هتصوب الرمية الحرة الثانية. خمسة وستين أربعين، والكرة مع الجزيرة الكنزي تلعبها ناحية الشمال لجنى لرضوة، وتصويبة في سن الحلقة تلمها شيكيلي. شيكيلي بتعدي نص الملعب، شيكيلي لفريدة، وفريدة عايزة تلعبها مرتدة الرنين، بتخبط في كنزي وتخرج خارج الملعب أوت سايد. فريدة بيكو، داخلة بيكو بتوسع نفسها وداخلة وبتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رمية حرة إضافية. شوف الارتقاء ونقطتين ورمية حرة إضافية. دقيقتين 48 ثانية، 67 40، وبتنجح بتسجيل الرمية الحرة 68 40. والكرة مع كنزي، كنزي لجنى، ترجع لكنزي وتصويب في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لرنيم، وداخل رنيم على الباسكت وتتقطع منها الكرة وتخبط في ايديها وتخرج خارج الملعب اوت سايد. وبتكلم الكابتن ريم بتقول لها في كده خبط في ايد، ولكن بتقول لها العب. كنزي ترجع لها الكرة من جنى لجنى تاني، وداخلة جنى على الباسكت ومحاولة، بتلم الكرة شيكيلي، شيكيلي بتلعبها ناحية اليمين، تروح لنادين، تروح لرنيم، لشي، لبيكو، لرنيم، ودخول على الباسكت. هنشوف قرار كابتن احمد الجزار ايه. كابتن احمد الجزار بيقول ان المحاوله قبل التصويب، عشان كده احتسب رميتين حرتين وما احتسبش النقطتين، لان جزيره ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى 69 40، بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 70 40. الكرة مع جزيرة، رضوى سالم تلعبها لجنى، تقطع كرة، تقطع حرانيم، تقطع تاني لكريمان، لكنزي، وتصويبة ترجع لكنزي، تاخدها رضوى وتصويبة في سن الحلقة، تلمها رنيم، وباصة طويلة لتشي تاخد كرتها، ولكن في صفارة. نشوف ايه قرارها، الخطأ الشخصي ولا اوت؟ لا، واضح انه خطأ الشخصي على كريمان صلاح، هيستوجب رميتين حرتين. ندى نزلت مكان شيكيلي، طبعا شيكيلي المفروض هتصوب، الحلقة الوحيدة اللي بتنزل تصوب مكانها لا قدر الله لو في إصابة، ولكن عشان كده رجعها تاني بعد ما تصوب الرمية الحرة التانية لو نجحت فيها، أو حصل صفارة بإيقاف ملعب في الحالة دي هتغير، أو لو اللعب استمر يبقى في أقرب توقف هيتم التغيير. بتصوب الأولى في سن الحلقة، هتصوب الرمية الحرة الثانية، بتنجح في التسجيل وكده يتم تغييرها. بتنزل ندى نافع وبتخرج شيكيلي. كنزي
تلعبها لفاطمه. رضوى ومحاوله على الباسكت، ما تنجحش في تسجيل، تلمها رنين، ورنين بتعدي، تلعبها لميرال وتصويبه بعيد عن الحلقه، ومحاوله وخطا شخصي لرنيم هيستوجب رميتين حرتين. دي على نهايه احداث الفتره الثالثه اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي. 71 الاهلي، 40 الجزيره، في اولى مباريات البيست اوف فايف للدور النهائي. بتصوب الاولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الثانيه. سن الحلقه محاولة لم الكرة من ندى، ولكن بيحتسب عليها خطأ شخصي. خطأ شخصي من الحد الجانبي، الأهلي لم يرتكب أكثر من 4 أخطاء شخصية، عشان كده يبقى الخطأ الشخصي من الحد الجانبي. كنزي لفاطمة، فاطمة الكنزي، ترجع الكرة لتمارا، لجنى، لكنزي، وكنزي بتحاول تعدي لتمارا، تمارا لكنزي، وكنزي بتقف في الهواء وتصوف في سن الحلقه، تروح الكوره لبيكو، بيكو بتعدي تلعبها لندى، وبتلعبها عكسيه بتسجل نقطتين وتاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه. واحد وسبعين، 73 40، ورمية حرة إضافية. ما تنجحش في التسجيل وأوت سايد لصالح النادي الأهلي. رنيم ومحاولة خارج الملعب، اوت سايد لصالح الجزيرة. رنيم وقع على الأرض، تربط الرباط، خبرة رنيم وقامت رنيم، تتلعب الكرة على طول الجزيرة، تاخدها كنزي تلعبها لفاطمة، ترجع تاني بره لتمارا، لكنزي، لكريمان، لكنزي ناحية الشمال، كريمان، وكريمان تسقط الكرة تطلع بره. شايف جنى أشرف في الملعب، وجنى بتحاول تدخل تخطف الكرة، ولكن بتخبط الكرة تخرج خارج الملعب أوت سايد. الكرة مع الأهلي، بيكو بيلعبها للرنيم اللي بتصوب في سن الحلقة من فوق، تروح الكرة للجزيرة، وبتنتهي أحداث الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين بتقدم النادي الأهلي 73 40 الجزيرة. دقيقتين ونرجع لحضراتكم مع أحداث الفترة الرابعة، انتظرونا. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، إلى أحداث المباراة والفترة الرابعة بين الأهلي والجزيرة في إطار أولى مباريات نهائيات البيست أوف فايف، نهائيات الدوري العام للسيدات. انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 73 40 الجزيرة. الكرة مع الأهلي ونقطتين للنادي الأهلي يرفع النتيجة ل 75 40. تروح الكرة للجزيرة، فاطمة، فاطمة هاني بتنزل على نص الملعب، معاها بيكو بتعدي منها وبتصوب، تروح الكرة على طول للنادي الأهلي، بيكو تلعبها عكسية لميرال أشرف اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 77 40. تصويبة من فاطمة ثلاثية، فاطمة هاني
الثلاثيه الثالثه لفاطمه احد اللاعبات المميزات في صفوف الجزيره. والكره مع بيكو تلعبها لندى، ندى ليه بيكو هتاخد اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مرال هتطلع الكوره وفي تغيير في صفوف الاهلي، لا في صفوف الجزيره عفوا. هتخرج كنزي وكريمان صلاح وبتنزل ايه الفقي وحبيبه الجزاوي. يارا يارا اسامه لدينا عمرو، اول ظهور لدينا كابتن فريق النادي الاهلي، بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 79-43. فاطمه لايه وتصويبه من تماره بتدخل الحلقه وتخرج تاني، بتطلع الكوره بره وتصويبه بتنجح في تسجيلها جانا اشرف. والكوره مع النادي الاهلي، ندى يارا تضيع الكوره وصراع على الكرة كده سريع على طول بتحسمه فاطمة هاني وبتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. ماراثون ما بين ميرال وفاطمة، ولكن فاطمة بتحسم الماراثون وبتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. هتسجل، هتصوب الرمية الحرة الإضافية وتعليمات من الكابتن طارق كده ليارا. ودي الكرة اللي اتحسبت سلوك رياضي، يمكن كده إعادة كده يعني. والكرة مع بيكو، بيكو بتعدي بيكو وعكسية خطافية ولكن اوتسايد لصالح الأهلي. دينا عمرو، دينا ندى وانتهاء زمن الهجمة. استوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. فاطمه تلعب لحبيبه وتصويبه من حبيبه في سن الحلقه، تلم الكره تماره، تماره تلعبها لجنى، جنى لفاطمه، تسقط الكره ولكن تقطع الكره، تقطعها دينا عمرو ولسوريا، وسوريا بتهدي اللعب تلعبها لدينا ناحيه الشمال لرضوى، ورضوى بتسقط الكوره لندى، وندى ليارا جميله على طول بتطلع يارا عكسيه خطافيه خلفيه بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 81-47. بص حضراتكم، بص حضراتكم للارتقاء والعكسيه الخطافيه الخلفيه نقطتين على طول للنادي الاهلي. ومحاوله على الباسكت، روح لدينا عمرو، دينا تلعبها طويله لثريا، ثريا بتعدي بتعمل لها ستار دينا، وشايف كده ثريا كده بتحاول توسع لنفسها وبالفعل بتعمل خداع وبتباصي ليارا ولكن تتقطع الكوره، تروح ل جنى وتصويبه قصيره خارج الملعب اوتسايد.
رضوى تطلع الكرة. بتعدي نص الملعب. تلعبها لندى. ندى داخلة على الباسكت ونقطة وبتحاول ولكن تاخد خطأ شخصي برميتين حرتين. رميتين حرتين لندى نافع. وفي تغيير هتنزل جنى الشامي وتخرج جنى أشرف في الجزيرة. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى. وادي رنا ايه بنقول لها سلامات شايلنا خارجين بيها ورا ايه بنقول لها سلامات ايه بدات تضحك ايه يعني بنقول لها سلامات طبعا يهمنا سلامه كل اللاعبين واللاعبات في كل المراحل. هو هنا يعني احتسب سلوك الرياضي ولكن فيها كلام ان هي نزلت على رجلها يعني نادين ما تقصدش حاجه ولكن في النهايه احنا بنحترم قرارات الحكام. تحت الباسكت يارا وتسجل نقطتين. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم. و84 الاهلي 47 الجزيرة. خمس دقائق على نهاية أحداث المباراة أولى مباريات البيست أوف فايف في نهائيات الدوري لهذا الموسم. طبعا الكرة اللي فات بقول لحضراتكم إن ندى إن نادين السلعاوي ما تقصدش طبعا حاجة. هي لفت عشان تبص للكرة في لحظة نزول رنا وكان بدأ يحصل التواء أهو بنشوفها تاني مع حضراتكم. هي لفت عشان تشوف الكورة يعني ما فيش محاولة اقتحام لجسدها أو إن هي دفعت جسمها أو حاجة ولكن طبعا الحكم بيشوف في جزء من الثانية وبياخد قرار في جزء من الثانية فطبعا ما نقدرش نلوم الحكم هنا أو نتكلم على حاجة ولكن في النهاية إحنا يهمنا سلامة رنا بنقول لها ألف سلامة عليكي و زي ما بنقول كده كل مباراة ليها ظروفها. وانتهى الوقت المستقطع. كابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيرة والوصول للنهائيات هذا الموسم نهائيات الكأس ونهايات الدوري. كابتن عمرو عاصم هو برضو أحد أبناء النادي الأهلي. في الكرة مع جزيرة. جنى تلعبها الكنزي وتصويبة في سن الحلقة تلمها ندى لثريا. بتعدي ثريا. ثريا هتعدي من ناحيه اليمين وتصويبه بره بعيد عن الحلقه خارج الملعب او سايد. كنزي هتطلع الكوره تلعبها لجنى الكنزي تاني ناحيه الشمال لحبيبه لجنى. جات الناحيه دي هنا كريمان وبتصوب في سن الحلقه تلمها ندى تاخد الكرة. جنى بتهدي ملعبها تلعبها لكريمان صلاح. كريمان لرضوى. جنى ناحية الشمال ومحاولة على الباسكت ونقطتين بتنجح في تسجيلهم رضوى سالم. هجمة سريعة لثريا. ثريا لندى وداخلة ندى تقطع منها الكرة وهجمة مرتدة للجزيرة. داخلة رضوى وتصوب تاخد خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين على ثريا محمد.
84 الاهلي 49 الجزيره وثلاث دقائق 55 ثانيه بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى رضوى سالم. اتصوب الرميه الحره الثانيه بتنجح تسجيل 84 51. ثريا لرضوى وتصويبه في سن الحلقه. تروح الكره على طول لكنزي 84 50. تروح الكره لكنزي اللي بتصوب قصيره. تروح الكره لجنى الشامي. جنى في نص الملعب لكريمان ناحيه الشمال لكنزي. تتقطع الكره وخطأ شخصي لصالح النادي الأهلي. خطأ شخصي على رضوى سالم. نعم خطأ شخصي. خدت دراعها مع الكورة كده من ورا على طول الكابتن ريم شيمي من الحكمات المميزة. نتنبأ لها بمستقبل باهر في تحكيم كرة السلة. على طول احتسبت الخطأ الشخصي. وتحت الباسكت ونهى نقطتين للنادي الاهلي ترفع نتيجه ل 86 50. محاوله على الباسكت تلمها على طول ثريا. ثريا بتعدي نص الملعب. رضوى وتصويبه لثريا. بتقطع الكره ثريا خارج الملعب اوت سايد. تقطع الكره وثريا بتعدي ثريا وداخله ثريا وتقطع منها الكره تروح للجزيره وباصه طويله تحت الباسكت وبتنجح رضوى تسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 52 الجزيره 86 الاهلي. ودخول على الباسكت من دينا عمرو وبتشال الكره تخرج خارج الملعب اوت سايد. اوت لصالح الاهلي رضوى محمد. بتطلع الكره رضوى تلعبها لدينا. دينا النقا وخطا شخصي على رضوى سالم. هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. لا يلعبها من الحد الجانبي. ثريا ثريا بتسقط الكرة ليارا لنهى. تتقطع منها الكرة كريمان. تلعب الكرة لليلى حازم وتصويبة. تقطع الكرة تروح للأهلي رضوى. رضوى تلعبها النقط. تقطع الكرة ولكن تاخدها يارا و في صفارة. خطأ الشخصي على كنزي. خطأ الشخصي. يارا بتسأل كده هل في أربعة فاول ولا لأ؟ ولكن كابتن أحمد الجزار بيستفسر اهو من الطاوله. رميتين حرتين لصالح يارا. هتصوب الرميه الحره الاولى. لا مكتوب الرابع
فكر حضراتكم النهارده ان شاء الله قناه الاهلي هتنقل لحضراتكم مباراه الاهلي والاتحاد، اولى مباريات الرجال في البيست اوف 5 الساعه 8:30. طبعا قبليها اكيد في استوديو تحليلي طبعا الكابتن هيثم وضيوفه الكرام نجوم مصر اساطير كره السله الكابتن طاهر رجب والكابتن السلعاوي والكابتن ميشو والكابتن عماد محمود. الكره مع جزيره ومحاوله على الباسكت بتروح للنادي الاهلي ودينا عمرو داخله دينا داخله دينا وخطا على المهاجم دينا كده وهي طالعه ادت بكوعها الشمال كده يمكن انا شفتها من هنا ولو اتعادت هنشوفها اهو مع حضراتكم اهي داخله دينا داخله دينا وكوعها الشمال ادت بيه زقه كده على طول الكابتن ريم خدت بالها واحتسبت الخطا الشخصي. 87-52 والكره مع الجزيره ودخول على الباسكت بتطلع الكره بره تروح لسوريا واثنين على واحد سوريا ومعاها دينا وسوريا بتحاول هات وخد مع دينا بتحاول هات وخد مع سوريا تقطع الكره تاخدها كريمان ومحاوله على الباسكت من رضوى تتقطع منها الكره تروح لسوريا وسوريا داخلة على الباسكت المرة دي على طول انهت الهجمة في الباسكت نقطتين لصالح النادي الاهلي. 89 الاهلي 52 الجزيرة وخطأ شخصي شفتوا حضراتكم اللقطة اللي فاتت لاعبات الاهلي وهم بيقوموا لاعبة الجزيرة رضوى سالم يعني في النهايه بنقول ان الكل اصدقاء والكل بيتنافس في الملعب ولكن بيجمعهم دايما روح المحبه والصداقه. رميتين حرتين لصالح رضوى سالم اتصوب الرميه الحره الثانيه تنجح في تسجيلها وخطا شخصي. 89-55 ورميتين حرتين لصالح الرضوى هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح تسجيل 90-55 وتصوب الثانية ومحاولة ونهى ومحاولة تاني في سن الحلقة تروح الكرة للجزيرة وهجمة وخطأ شخصي خطأ الشخصي قبل هنشوف كابتن احمد الجزار هل هيحتسب خطأ الشخصي ولا خلاص لان لو صفارة الخطأ الشخصي قبل صفارة المقاطي يبقى لسه في ثانية لسه بيقول اللاعبات داخل الملعب بالفعل داخل الملعب خطأ الشخصي رميتين حرتين هتصوب كريمان محمد صلاح الرمية الحرة الأولى تنجح في تسجيلها 56 وتنجحش في تسجيل الرمية الحرة التانية وبكده بتنتهي المباراة أعزائي المشاهدين بفوز النادي الأهلي في أولى مباريات البيست أوف 5 90-56 مبروك النادي الأهلي وإلى أن نلتقي مع حضراتكم في مباريات أخرى كان معكم دكتور وائل أبو العزم وعودة إلى الأستوديو التحليلي المميز الكابتن هيثم السعيد نجم مصر ومعه النجوم الكبار الكابتن طاهر رجب والكابتن سلعاوي والكابتن ميشو والكابتن عماد الدين محمود فإلى هناك.